الله يخليك دكتور، بغيت نسولك على هذه التساقط ديال الشعر بزاف، وسمعت على البيلوكسيدي قال لك مزيان، وبغيت نصيحه بدك الله يجازيك بخير. شحال باش عندك تساقط الشعر؟ بالبودة هذه شي بزاف، شي 10 سنين. شي 10 سنين تساقط؟ واخ. ما تتاخديش شي دواء على شي حاجه ولا؟ لا 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 لا، شويه دو ستريس كذا، ناخذ واحد ديكوبريمي. اي نعم. ما عندكم في العائله طاح لي الشعر ولا غير؟ لا لا. ودابا لاحظتي بزاف ولا تيطيح لك بزاف الشعر بزاف بكثره؟ تيطيح بكثره وتجازد باللي تنفشت تيطيح لي. ما تتاخذي حتى شي دواء على شي حاجه؟ ما دوزتيش شي ماد ولا شي حاجه؟ لا لا، عندي غير لا ستريس بعلاج 58 سنه. اييه. والمينوكسيدي شنو، علاش خايفه منه انت؟ علاش شنو اللي خلعك فيه؟ شنو بغيت نسولك كمختص؟ ما عرفتش هو المينوكسيديل تنعطيوه ملي تكون عندنا الصلع الوراثي الهرموني، يعني ملي الطبيب تيشخص لك راه عندك المشكل ديال الهرمون، يعني الصلع الوراثي الهرموني وراثي تيكون في العائله. ملي تيكون غير عادي؟ لا، الا كان غير عادي علاش غديري؟ الا كان مثلا اللي عندك لا تيرويد تطيح لك الشعر خصك تاخذي الدواء ديال لا تيرويد. لا بعد عندك لا تدير تحاليل دكتور، بعد حتى شي حاجه الحمد لله. الا عندك غير سيزونية وداك الشيء علاش غتاخذي المينوكسيديل؟ المينوكسيديل سان تريتمون افي، خصك تاخذيه ديما الا بديتيه. ما تحبسيش، الا بديتي ما خصكش تحبسيه الا سعاد. والمينوكسيديل تنعطيو كاين دي زانديكاسيون ديالو، ماشي اي واحد يطيح لي الشعر تنعطيه. بحال اش دكتور الله يجازيك بخير. كاين لالوبيسي اندروجينيتي كيما قلت لك، الصلع الوراثي الهرموني. كاين مثلا تيكون عندك الناس اللي عندهم ديك لابولاد، ديك التعلابه، باش نساعدوا الشعر باش انه في ساعي الموت نعطي واحد المده قصيره وتنحبسوه. اما لاشيت لا كان سيزونيير ولا عندنا شي سبب اخر تنطريك السبب هو باش باش سيزونيير دكتور. طيب تيطيح لي بزاف، عندي بحال عندي فراغات. خوالك من القدام؟ خوالك من القدام من بزاف بالقدام. تتاخذي شحال السن ديال قلتي يا اختي؟ 58 سنه. ما تتاخذيش شي دواء الهرمونات ولا شي حاجه؟ لا لا لا. ايوا دونك الا شخص لك طبيب راه الصلع الوراثي الهرموني تاخذ المينوكسيديل. لا باش تخصي دكتور، بغيتي ديريها بوحدي. بغيتي غير بوحدك؟ انا بعدا اول حاجه بغيت نسولك على لاله سعاد. اول حاجه بنتي ليا مخنوقه، ربي يشافيك ان شاء الله، لان كنحس بالصعوبه باش كتكلمي. اي ربي يشافيك ان شاء الله. ربي يخليك للعافيه، الله يحفظك حفظك وليدك يا رب امين. شكرا لك لاله سعاد. هو غيشرح لك دابا دكتور مرتقي، وهي فرصه دكتور مرتقي باش نوضحوا واحد المساله اللي هي مهمه بزاف للمستمعين الكرام. بالنسبه لهذه الماده كنلقاو فيها 2%، كاين اللي فيها النسبه ديال 2%، وكاين اللي فيها النسبه ديال 5%. شنو الفرق بيناتهم؟ وشكون اللي كيدير 2% وشكون اللي كيدير 5%؟ لا، هو المينوكسيديل اولا لازم نهضروا على لا موليكيل، هو واحد لو تريتمون ديال اللي فيه هبط، كان فياخذوا شحال هذه على لا طونسيون، فيهبط لا طونسيون الضغط الضغط دم. هو سين انديكوفيرت فور تويت، ولاحظوا بان دوك الناس كان فياخذوا هذاك المينوكسيديل كومبريمي بانه تنوض لهم الشعر بزاف. واخ. دونك هي باش تمت بحوث ودراسات، ولاحظوا بانه بالفعل عنده افي على على داك على الدوره الشهريه ديال ديال الشعر. اييه. لالوبيسي اندروجينيتيك، لانديكاسيون ديالو هو الصلع الوراثي الهرموني. غير هو خصنا نعرفوا بانه العلاج ديالو راه هو طويل، سان تريتمون افي. اييه. حتى الانسان ولا السيد حتى بو توليري بانه خا يطيح لي الشعر، ما كاين حتى مشكل. خصنا يجب تفادي انك تاخذ دواء وتحبسو، تاخذ مينوكسيديل واحد المده وتدير لي اناري بروتال، لان كلشي تيطيح، داك الشعر اللي ناض تيطيح. حتى لا بان نوقفو تيكون باستشاره ديال الطبيب، وتنعطي واحد الادويه اخرى اللي تتمشي معاه. بالنسبه ل 2% على حسب لا كونسونطاسيون ديال الماده المينوكسيديل، 2% في غالب الاحيان النساء تنعطيهم 2%، ما عدا الا كانت عندنا شي ستاد افونسي، والرجال هما في الغالب الاحيان اللي تياخذوا لو 5%. اذا لو 2% غير لا كونسونطاسيون ديال المينوكسيديل، غير التركيز ديالو. التركيز ديالو، دونك بحال عندنا 100 ام ال راه فيها غير 2% ديال المينوكسيديل. أيه. وعندنا 100 ام ال فيها 5%، يعني بحال فيها 5 غرام والاخرى فيها 2 غرام. هذا هو الفرق، هذا هو الشرح. نعم. اذا قد ما كانت لا كونسونطاسيون اكثر، قد ما تيكون راه عنده دي زيفي سكوندير، تيهبط لا طونسيون، يقدر ينوض الشعر في الوجه اذا الانسان ما استعملوش بواحد الطريقه صحيه. ولكن الطبيب الوحيد هو اللي مخول، اللي تيعرفش كيف فوقاش تيعطي 2% فوقاش تيعطي 5%.